وينضم إلينا في الاستوديو رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي للحديث أكثر عن الأسواق العالمية وأدائها مؤخرا. كما ذكرت في الفقرة هناك ضغوط بيعية يشهدها الجنيه الاسترليني على خلفية عدم التوصل لاتفاق بشأن البريكسيت، ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ طبعا بلا شك هذه المفاوضات كان من المتوقع أنها أن تكون أكثر صعوبة مع مرور الوقت ومع يعني نفاذ المهلة الموجودة حاليا. طبعا البريكزيت في المرحلة الحالية يحتاج إلى إقرار وقبول من قبل الطرف البريطاني بفاتورة لا تقل عن 60 مليار جنيه استرليني. هذه يجب أن تمر ويجب أن يتم الدفع ويجب أن يتم الاتفاق. لكن إضافة ما قرأناه في ضمن هذه المفاوضات، هناك بعض الأمور السياسية التي تلعب دور في الحدود إيرلندا الشمالية وما إلى ذلك يؤثر أيضا على قرار البريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بالتالي هذا يعني ينبئ بأن المفاوضات سوف تكون ذات نفس أطول من أن يكون فقط مضمونها اقتصادي وبيل أوت أو مدفوعات يجب أن تخرج من المملكة المتحدة لصالح الاتحاد الأوروبي عن الفترة الماضية. هذا يضع ضغط مزيد من الضغط على الجنيه الاسترليني في الفترة الحالية، وبالتالي مستويات قد تكون نحو مزيد من التراجعات. استهدافاتنا دون مستويات 33 قد تصل إلى مستويات 32.50. طيب هذه التراجعات إلى أي مدى سوف تصل هذه التراجعات باعتقادك، إلى أي المستويات التي يستهدفها الجنيه الاسترليني خلال الفترة المقبلة في كل هذه الظروف والمعطيات؟ طالما تداولات الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي دون مستويات 1.35 فمستهدفاتنا هي عند 32.50 بالفترة الحالية، وقد يضغط بشكل أكبر بالاتجاه الهابط مع أي فيلير أو فشل في المفاوضات في المرحلة الحالية. حتى الآن الوصف كان إلى حد ما ليس بسلبية كبيرة، لم يتم الاتفاق بعد ولكن لا يوجد هناك السلبية أو الضغينة الواضحة في المفاوضات. بالتالي هناك آمال بأن يكون هناك استحقاقات قريبة من ضمن هذه المفاوضات أو تتمخض عن هذه المفاوضات. بالحديث عن النفط وأسعار النفط، جولدمان ساكس يتوقع بأن يصل أو تصل مستويات خام برنت إلى مستويات 62 دولار خلال العام المقبل ومستويات أفضل أيضا خلال السنوات الثلاث المقبلة. ما هي توقعاتك أو رأيك بهذه التوقعات أيضا؟ يعني استقرارها عند 62، حاليا اليوم نشهد عند 62 دولار للبرميل بالنسبة لي. يعني خلال العام سوف تحافظ على هذه المستويات؟ ممكن جدا أن تحافظ على هذه المستويات. هناك قواعد أو أساسيات الفاندمنتلز تبع الأسعار النفط حاليا موجودة لتستقر فوق مستويات 60 دولار للبرميل بالنسبة لبرنت، وقد نصل إلى مستويات أعلى ذلك بالنسبة لـ WTI، قد يعني نصل تقريبا إلى مستويات 60 دولار للبرميل. أعتقد البرنت عنده أمامه مجال من الارتفاعات قد يصل إلى 65، يعني متفائل أكثر من جولدمان ساكس فيما يتعلق بأسعار النفط، لأنه هناك أساسيات لمسناها على أرض الواقع، هناك اتفاق، هناك التزام وتمديد للاتفاق حتى نهاية العام الماضي، ولا ننسى العام القادم بشأن اتفاق أوبك. يعني تماما هذا الاتفاق كان له آثار إيجابية، دفع صحيح. أسعار النفط من مستويات 35 نراها الآن عند مستويات 57 بالنسبة للـ WTI. بلا شك استمديد هذا الاتفاق سوف يعطي مزيد من الفرصة لارتفاعات أكثر على الرغم من منافسة النفط الصخري في المرحلة الحالية. طيب دعنا نتحدث الآن عن أسعار النفط. هناك تذبذب على أسعار النفط بين مستويات طبعا الذهب عفوا مش النفط أقصد بين 1270 و1290. ما هو التوجه بالنسبة لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟ حقيقة الذهب يعني يحاول يستفيد من الوضع الراهن ضعف الدولار الأمريكي المؤقت، لكن حقيقة لا يوجد الزخم الكافي لدى أسعار الذهب بالارتفاع بشكل كبير. تعتبر مستويات 1300 دولار للأونصة يعني تواصل تمثيلها لمستويات مقاومة قوية جدا، وهذا يعني يخفض الآمال بأن يكون هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب. حقيقة المحرك الأساسي الذي يمكن أن يدفع أسعار الذهب ممكن يكون توترات جيوسياسية في العالم، هي الوحيدة الكفيلة بأنه تدفع أسعار الذهب وأسقفه حاليا عند 1340 دولار للأونصة إذا تفائلنا بشكل كبير. وطبعا ذلك مترافق مع ضعف بالدولار الأمريكي الذي لا نرى وجود لهذا الضعف حاليا أو في المرحلة الحالية أو على الأقل حتى نهاية هذا العام. بالتالي الضغط بالاتجاه الهابط، 1270 دولار للأونصة مستويات دعم أولية، بالدقة هي 1267 دولار للأونصة. كسر هذه المستويات بلا شك سوف يضغط بشكل أكبر على أسعار الذهب بالاتجاه الهابط، واستهدافات دون 1250 دولار للأونصة.
ما هي توقعاتك أو ما هي الأحداث التي سوف نشهدها خلال الأسبوع المقبل أو خلال الأسبوع المقبل كما ذكرت بالنسبة للأسواق العالمية؟ أيضا هناك تقرير الوظائف الأمريكية، لعله هو أبرز ما ننتظره على أجندة الاقتصاد خلال هذا الأسبوع بلا شك. نهاية تعاملات هذا الأسبوع، هذا التقرير هناك إيجابية، هناك أداء إيجابي أساسا لسوق العمل الأمريكي لا يمكن إغفاله، فبالتالي هناك إيجابية متوقعة من هذا التقرير في المرحلة الحالية، وقد يدعم استقرار الدولار الأمريكي على الأقل حتى فترة ممتدة بعض الشيء. بالنسبة حتى لأسعار الفائدة أيضا، هل تتوقع أن تشهد ارتفاعا؟ طبعا الاحتمالية صارت 100% تقريبا أن يكون الرفع في هذا الاجتماع شهر ديسمبر ب 14 الشهر، ننتظر إعلانات أسعار الفائدة، وبشكل كبير متوقع أن يتم الرفع ب 25 نقطة أساس. رائد الخضر، شكرا جزيلا لتواجدك معنا ولمعلوماتك بشأن الأسواق العالمية. الآن شكرا. نعود إلى مروان والمزيد من الأخبار.